تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله وبتنظيم من إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، انطلقت أعمال المؤتمر الوطني مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وحق الطفل في الحماية من العنف. أدرك المجتمع الدولي بأن الأطفال فئة خاصة تنتمي إلى الفئات الضعيفة، ولا يكفي تناول حقوقهم ضمن المواثيق الدولية التي تتناول حقوق الإنسان العامة، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من المواثيق التي أوجبت أن يتمتع الطفل بحماية خاصة، وأن يمنح بالتشريع وغيره من الوسائل الفرص والتسهيلات اللازمة. المؤتمر الذي عقد بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يبحث على مدى 3 أيام مبدأ المصلحة الفضلى للطفل باعتباره أحد أهم مبادئ اتفاقية حقوق الأطفال. بالنسبة للمبدأ المصلحة الفضلى للطفل يتطلب تطوير نهجا من خلال عملية إشراك جميع المشاركين لضمان كرامة ونزاهة أيضا حياة الطفل الاجتماعية والصحية والتعليمية والذهنية. توفير منصة للجهات المعنية بحماية حقوق الطفل ومناقشة وتحليل الإشكاليات والتحديات التي تواجهها المؤسسات على مستوى التشريع والتطبيق هي إحدى أهداف المؤتمر الذي سيخرج بتوصيات تعزز من الاحترام والتطبيق لهذا المبدأ. لابد من العمل على تأهيل الكوادر في المؤسسات مقدمة الخدمة، وخاصة لحالات العنف ضد الأطفال، وأن يكون عملها على مدار الساعة في تقديم الخدمة للأطفال، كما ولا بد من تطبيق لقاء الاستجابة الفورية والذي نص عليه الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف. وتعد المملكة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل بعد اعتمادها من قبل منظمة الأمم المتحدة، والتي أصبحت جزءا من التشريع الوطني منذ العام 2006.